مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى قضية اليوم في برنامج هنا الجزائر. أطلق عدد من النشطاء السلفيون حملة لمقاطعة أعياد رأس السنة الميلادية، وذلك وفقا لعدة أسانيد دينية وشرعية، في حين قال البعض بأن للأمر علاقة بالحملات التي سبق لهذا التيار ورموزه في الجزائر بأن أطلقوها مؤخرا ضد التشيع وانتشاره في الجزائر. البعض يفسر الأمر ويرحب به مصنفا إياه ضمن حملة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف داخل المجتمع الجزائري في مواجهة هذه الردة الأخلاقية الكبيرة، في حين يشكك آخرون في نوايا هذه الحملة وأصحابها ويربطونها بالأجندات السياسية التي لا يمكن أن تبتعد كثيرا عن هذه الشعارات الدينية. فما حقيقة كل هذا؟ ذلك ما سوف نناقشه في قضية اليوم، ولكن بعد متابعة هذا التقرير للزميلة ياسمين موسوس. بعد حملة الأقفال التي حققت أهدافها بالقضاء على الظاهرة، أطلقت جبهة الصحوة السلفية غير المعتمدة حملة أخرى ضد الاحتفالات برأس السنة هذه المرة. رهان جديد يبدو أصعب بالنظر إلى اعتبارات كثيرة، أولها أنه يوم عطلة مدفوع الأجر. C'est une date qui compte pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi écarter une date qui sert à l'administration. On est administré d'après ces dates-là. Pourquoi les effacer? Alors pourquoi ne pas en profiter? وبين من يعتبرها مجرد احتفالات لاستقبال السنة الجديدة بفرح واستحضار ذكريات جميلة، وبين من يجده موروثا استعماريا يجب محاربته، اشتد النقاش. اختلاف لم يتوقف عند المجالس الثنائية وحديث المقاهي، بل هو ما تقف عليه أيضا وأنت تجوب شوارع العاصمة. وجهات لمحلات تعرض دمى البابا نويل وأشجار الصنوبر الميلادية، ولافتات هنا وهناك لبرامج تقام خصيصا ليلة العام الجديد. لكن حتى طرق التعبير عن الاختلاف اختلفت، فالجيل الجديد مقتنع أن حريته تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. ما نحتفلش بها انايا. والله ما يحتفلوا الخطا ماشي تاعنا، ماشي عادة تاعنا. اودي هم حرموا لنا كل شيء هذوما. سي ان شوا، شاكان في سكيل فو. انا واش حرام فيه؟ ماك احتفل حرام فيه. نو ما نريفيونيش. حنا عندنا كما يقول لك راس العام تاعنا تاع المسلمين نحتفل به، مي الغيفيون. حنا ما نقولوش بانه نمنعوا بعض يعني الناس من النصيحه، ولكن اي شيء اذا كنا تكلمنا على النهي عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لابد ان يكون في اطاره القانوني ويعني تحت اطار الحاكم. حتى المقتنعين بعدم جواز تلك الطقوس والاحتفالات يكتفون بالقول المبدأ والعقيدة. الدين الاسلامي اسم نتبعوا الدين. الدين هذا ينصحنا باللي نتبعدوا على العادات هذه، عادة النصارى. وإحنا عندنا ثقافة خاصة بنا، عندنا أعيادنا في الأحاديث، عندنا عيد الفطر عيد الأضحى وأعياد يعني الدينية بينا والوطنية بينا. فهل هو أسلوب جديد اتخذه جيل عانى ويلات العشرية الحمراء، أم أنه أضعف الإيمان؟ طيب، ولمناقشة هذا الموضوع أسعد بأن يكون معي في البرنامج اليوم السيد فتحي غراس الناطق الرسمي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية الأمدياس، والسيد بنزينب عبد القادر أو الشيخ أبو صالح الجزائري وهو مسؤول الصحوة السلفية الحرة غير المعتمدة بغرب البلاد. مرحبا بكما. أبدأ معك الشيخ أبو صالح، على أي خلفية تستندون في مثل هذه الحملة الجديدة دعوتكم إلى مقاطعة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية؟ يعني الأساس الشرعي الديني زيادة على الأساس الاجتماعي عموما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن الأعياد هي من أخص مميزات الشرائع الدينية وعلى رأسها الإسلام، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد
لهما يومان يلعبان فيهما، فسألهما فقال ما هذان اليومان؟ قال يومان نلعب فيهما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهيا منه صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما يومان خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. أي أن الاحتفال بأعياد الكفار ومجاراتهم والسير على طرقهم والتشبه بهم هو منهي عنه شرعا وعرفا وحتى وطنيا. يعني أدلة دائما المسلم يرتل قوله جل وعلا في الصلوات الخمس: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود، قلنا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد في آيات الله جل وعلا آيات وأحاديث نصوص شرعية صريحة تدل على حرمة التشبه بالكفار، وخصوصا متابعتهم في أفراحهم وأحزانهم إلى غير ذلك. طيب، هذه الحملة أنتم سردتم ربما بعض تفاصيل ما سوف تقومون به من توزيع مطويات، الاتصال ببعض التجار، أصحاب محلات تحديدا المخابز وغيرها من الذين ربما يقومون بأشياء ترونها تتنافى مع الدين الإسلامي ومبادئه وفيها تشبه بالكفار كما سرت. فيعني ما تفاصيل هذه الحملة التي تمتد على ما أعتقد لمدة شهر من الزمن؟ صح، حملتنا بإذن الله جل وعلا، وهي بإذن الله حملة مباركة تسير على قدم وساق، منبعثة من الوحيين من كتاب الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن مجارات والتشبه بالكفار يقذف في قلب المسلم موالاة ومحبة لهؤلاء الكفار. إذ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما يفسر قوله جل وعلا في معرض ذكر صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور. كثير من المفسرين ذهبوا إلى أن شهادة الزور هو الاحتفال بأعيادهم، هذا لمن شهدهم يعني بالرؤية والسمع، فما بالك لمن يقوم بالاحتفال معهم ويهنيهم، أو ربما يسافر إلى أوطانهم، يذهب إلى فرنسا إلى الغرب كما نجد في هذه الأيام خاصة. طيب سيد فتحي غرّة، سمعت إلى هذا الكلام، بدأ في النقاش، عندي بعض التحفظات. أولا على الأستاذ أن تنزع منه صفة المشيخة، احنا هنا في نقاش سياسي وعلينا أن نكون في مسافة متساوية من المواطن. جيت هنا باش نتناقش مع شيخ، جيت نتناقش مع إنسان يمثل حزب سياسي، تيار سياسي. صفة المشيخة هذه حافظ عليها في دروسك الدينية وأنت حر. طيب أوكي، إذن ولكن ما الذي يزعجك في أنه يستعمل الدين إذا كان منبت هذه الحملة في الأساس ينطلق من منطلقات دينية؟ يعني ليس هنالك أي ضير في أن يستعين بما يستند إليه في حملته الاجتماعية والسياسية على أحاديث من السنة والكتاب، يعني ليس هنالك أي مصدر إزعاج. أنا ما يزعجني أمران، تفضل. الأمر الأول، هذا حزب سياسي يدعي أنه يمارس سياسة. أيوة، نرى بأنه يمارس كل شيء ما عدا العمل السياسي منذ أن ظهر للعيان. فهمت؟ كل خرجاته هي خرجات ما عندها حتى علاقة بالسياسة، خرجات فتاوي عندها تفرق بين الناس، شيعي سني، تحريم، شغل الناس عن مشاكلهم الحقيقية، مشاكل حقيقية تاع الجزائريين، مش مشاكل غدوك الاحتفال بالريفيون ولا الاحتفال بعيد السنة ولا المشكل الحقيقي تاع الجزائري هو مشكل البطالة، مشكل تعسف، مشكل الحقرة، مشاكل يعيشها المواطن يوميا. هؤلاء يمارسون السياسة لكن بشكل مبطن. ما هو هذا الشكل المبطن؟ أنهم يشغلون الناس عن مصالحهم الحقيقية. هؤلاء العمل السياسي بشكل سلبي في عوض قدوة منك يتناول المشاكل تاع الناس ويطرح حلول هذه المشاكل، لا، هو يشغلهم عن ذلك. ويذكرني تعاملهم هذا مع المجتمع الجزائري يذكرني بأشياء قرأتها فيما مضى في أوروبا في عصر الظلمات، في القرون الوسطى، في عصر الجهل والظلمات. لما كان الإنسان الأوروبي ينخره الجوع والجهل،
كان قساوسة أوروبا النقاش الدائر بينهم الكبير، النقاش الكبير هي ما حكم الضحك؟ يعني أوروبا كانت عايشة الجهل والفقر والتعسف، أما نخب الأوروبية في ذاك الوقت كانوا مشغولين بالنقاش حول حكم الضحك. وهذا ما يحدث الآن. طيب. هؤلاء أبدعوا لنا شيئا جديدا، يعني في المشاكل اللي عايشها الجزائر واللي عايشها العالم العربي وعايشها العالم الإسلامي، هم مشاكلهم الحقيقية شوط المدبة صغيرة والكبيرة والميتفار، مشاكلهم هي هل يجوز ولا يجوز، هل حرام ولا حرام. ليثير غضبي هو هذا المطلقية في التعامل مع الأشياء. علماء هم يدعون أنهم سلفيون، أنا أسميهم بالوهابيين وليسوا بالسلفيين. طيب. العلماء فيما مضى عندما يتناولون أي قضية كانت في قضايا فقهية يقولون هذا يجوز عندنا وهذا لا يجوز، يتركون هامشا للنقاش لأنه يدرك بأنه بشر قد يخطئ وقد يصيب. أما هؤلاء فيأتون ويشرعون للناس ويضعون نفسهم موضع الشارع، فجاء بحكم مطلق وقال هذا حرام وهذا حلال وكأنه هو الحق ودونه الباطل. طيب، كلام كثير. سيد بن زينب عبد القادر، سمعت إلى كل هذا الكلام، ربما تريد أن تعلق مباشرة. أولا وقبل كل شيء، نحن نستمد سياستنا من هذه الأنبياء والمرسلين، لأن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، وإدخال مسألة إدخال الإسلام في السياسة أو إخراج الإسلام من السياسة، فحتى الدستور نفسه، الدستور هو عبارة عن قانون سياسي يحفظ ويكفل لكل مواطن جزائري مسلم بأن يمارس سياسته. المادة الثانية من الدستور ماذا تقول؟ الإسلام دين الدولة، كان الواجب أنهم ينزعون هذه المادة من الدستور. ثالثا مسألة التحريم أو التحليل، نحن لسنا مشرعين، البشر لا يشرعوا، لا سواء كان سلفي أو غير سلفي، بل المشرع هو الله جل وعلا والمبلغ عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة في تحريم الاحتفال بالأعياد ومشابهتهم ومواكبتهم في أفراحهم وأعيادهم ومواسمهم هي أدلة قطعية موجودة في الكتاب وموجودة في السنة. أمور دنيوية وليست بدينية. هي ليست أمور دنيوية. لا، أمور دنيا. إنكم ترون العالم بلونين، لا تفرقون بين ما هو ديني وما هو دنيوي. في العهد العباسي أترك لي وقت، كان يحتفل بالغروس الوقت أجيبك. ولم نرى ولم نسمع بأي عالم من السلف حرم الاحتفال بالنهروز في العصر العباسي. الناير في الجزائر منذ أن وجد هذا المجتمع وهو يحتفل بالناير، ولم نسمع بأي عالم جزائري. أظن بأن الإسلام ليس جديدا في الجزائر، حرم القضية ليس جديدا في الجزائر. لم نسمع بعالم حرم الاحتفال بالناير، لأن الجزائري أنتم تستصغرون الشعب. الجزائري يميز بين ما هو ديني وما هو دنيوي. الإنسان الجزائري يميز ما بينه ما هو ديني وما هو دنيوي. دقيقة، تفضل سيد الشيخ أبو صالح. أولا هو يقول أن العلماء، وأعلم أنه هذا الشخص الأستاذ الذي أمامي ليس له صلة بعلماء الشريعة. الشيخ أبو صالح، لا ليس بشيخ، هو في لقاء سياسي. أوكي أنت تقول دقيقة، أنت تمثل تيارا سياسيا ولا تمثل تيارا دينيا، تمثل تيارا سياسيا. أنت تقول أن علماء الجزائر لم يحرموا هذا الشيء، من هم هؤلاء؟ الإمام الونشريسي صاحب المعيار، الإمام مالك، هؤلاء هم علماؤنا. الإمام مالك، الإمام سحنون، هؤلاء هم علماء المالكية. لا يوجد خلاف بين أهل العلم في حرمة الاحتفال ومشابهة الكفار بأعيادهم. في أمور الدين المحلل هو الله والمحرم هو الله. يا صديقي، في أمور الدين، الأمور التي لم ترد فيها، لم يرد فيها تحريم من الشارع، الأصل في الأشياء الإباحة. أنتم لا تؤمنون بأصول الفقه. الأصل في أصول الفقه، في الأصول الفقه يقال بأن من كتب أصول الفقه، أنت تتكلم عن السلف وتدعي بأنك سلفي. صح. الإمام اقرأ كتب الأصول من الشافعي واصعد، يقولون أن الأصل في الأشياء الإباحة، أي من لم يرد فيه تحريم بنص شرعي قطعي الدلالة وقطعي الثبوت فليس بحرام. أنتم تضعون أنفسكم مكان الشارع، وهذه هي الفتنة.
إن كنت في رون الفتنة ثم جعلناك على شريعة أمر فاتبعها ولا تتبعها. طيب دقيقة أستاذ غرة يا أستاذ راشد، تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أتعرف ما معنى الولاية؟ موالاتهم أي محبتهم. ما معنى يقول الإسلام؟ ما معنى الولاية؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما معنى الولاية؟ اترك لي المجال. ما معنى الولاية؟ طيب دقيقة، قل لي أنت، ما سألته هو سوف يجيب. أنا سأجيبك. تفضل. الإسلام بني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالتشبه بالكفار هذا من موالتهم، وقد نهى الله جل وعلا. لا تؤسس حزبا، لا تؤسس حزبا، هذا تشبه بالكفار. نحن جزء لا جزائر من الجزائر، كما أنت في الحقيقة أن تمارس حقك السياسي، فنحن أيضا جزائريون، ومن حقنا أن نمارس حقنا السياسي وحقنا الشرعي. طيب هذا حقنا الشرعي، لا تؤسس حزبا ونذود عنه ونذود عنه الصحابة صلى الله عليه وسلم. سيد أبو صالح، هو قال كلام مهم، ماذا فعلتم بالنسبة للمشاكل الحقيقية التي يعيشها الجزائريون؟ ذكر يعني قال لك لم نسمع بجبهة الصحوة، يعني في إطار هذه الحملات المنظمة زمنيا ومكانيا، شهر لمحاربة التشيع، شهر لمحاربة أجندة أمريكية التشبه به، ولكن لم نسمع بشهر لمكافحة الفساد، شهر لإسقاط الحكومة الفاسدة والطاغية مثلا. صح. يعني لم نسمع بكل هذه الأمور، شهر لتثبيت الشباب في مناصب عملهم. يعني هذه هي المشاكل الحقيقية للمجتمع التي ربما يعيشون ليلهم ونهارهم بحثا عن حلول لها. أكثر بالله عليك، كم عدد أو نسبة هؤلاء الذين يحتفلون بأعياد الميلاد؟ كم عدد هؤلاء المتشيعين في المجتمع الجزائري؟ أصفار فاصل يعني بالمئة، ولكن المشاكل الحقيقية هي البطالة والسكن وغيرها. كيف ترد؟ هي الواجب هذا السؤال يطرحونه هم على أنفسهم. أنتم ماذا؟ من هم؟ يعني هؤلاء الذين يضادون التيار السلفي أو التيارات الإسلامية. أنتم ما قد أنتم ماذا قدمتم لهؤلاء البطالين؟ أنتم وهابيون. نحن لسنا وهابيين. أنتم معول في يد أمريكا. أنتم معول في يد أمريكا. أستاذ غرز دقيقة. نحن جزء لا يتجزأ من الجزائر. ماذا فعلتم؟ طيب سؤالي ماذا فعلتم؟ سأسأل نفس السؤال. سأطرح عليه ماذا فعل هو أيضا، ولكن ماذا فعلتم أنتم نحو كل هذه المشاكل التي يعيشها الجزائريون بصدق؟ أولا نحن لنا برنامج عملي وبرنامج علمي موثق في التحليل والتكفير في معالجة مشاكل هؤلاء البطالين والمحرومين، ولنا أعمال لا يستهان بها. ربما الإعلام لم يسلط عليها ضوء، وربما في جهة الغرب يعرفونني جيدا أني كنت على رأس أعمال خيرية فيها كفالة اليتيم. أجد من 30,000 عائلة على مستوى الغرب الجزائري، قدمنا لهم رعاية صحية، قدمنا لهم رعاية تربوية، يعني ساعدنا كثير من الإطارات. ساعدنا كثير من الإطارات. أكثر من 20 طبيب، هذا يعني هذه كلمة صدق. أكثر من 20 طبيب يعني ساهمت له يعني الحمد لله ماديا، وكونهم إطارات، والآن هم الحمد لله لما يرونا يشكروننا على ذلك. أيضا عائلة الأيتام، ربما كانت هناك مشاكل قانونية عندك. ممتاز سيد غراس، حتى لا تختزل الأمر أيضا في تيار معين، يعني هل تنكر بأن مصيبة هذه الأمة في أخلاقها المتردية؟ هذه الأخلاق يعني ابدأ من مسألة، وحتى بعيدا عن الدين، ابدأ من مسألة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. عندما تستقيم أخلاق هذا المجتمع سوف يكون له الوقت ربما ليطالب بحقه السياسي، يطالب بحقه الاجتماعي، ولكن في مقابل ما أنت يعني تتهمه بأنه يمثل وصاية على الأخلاق، أنتم أيضا قد يقول البعض بأن هذا السفور الأخلاقي في المجتمع قد يريح البعض، يعني في العلمانيين والليبراليين وغيرهم. كيف ترد؟ مصيبة المجتمع في نظامه عندما نتكلم عن الأخلاق وعن الفساد، المصيبة موجودة في النظام وليس في المجتمع. لماذا يوضع المجتمع في قفص الاتهام؟ هذا هو المشكل. المشكل أن هؤلاء يبرئون النظام ويسكتون عن ممارساته ويضعون المجتمع في قفص الاتهام، وكأن مشاكل الجزائر سببها هو المواطن الجزائري. لذلك أقول وأعيد، هم مسيسون حتى النخاع، لأنهم وظيفتهم هو أن يخفون عن المجتمع التناقض الحقيقي، المشاكل الحقيقية. هو المشكل، وكأنهم يدافعون عن النظام وعن بقائه. طيب هم جزء من المجتمع، هم جزء حي وأصيل من هذا المجتمع ومن هذه الأمة،
يعني إذا كان لديكم مشكلة مع أن الإسلام دين الدولة المادة الثانية في الدستور فقولوها إذا كانت هذه هي مشكلتكم. الإسلام دين مشاع بين الناس لا يملكه أحد ولا يحق لأحد أن يدعي بأنه مسلم أكثر من الآخر، سواء كان في الدولة أو في المعارضة أو في أي منطقة كانت. نحن نقول أن الإسلام الدين لله والوطن للجميع. تحرير الجزائر ساهم فيه الجميع، ساهم فيه فرانس فانون، ساهم فيه موريس أودان، ساهم فيه العربي بن مهيدي، ساهم فيه المسلم المتدين وساهم فيه غير المسلم. وفي الطرف الآخر كان هناك مسلمون لكنهم مسلمون كانوا يحاربون مع فرنسا. صحيح. ما الذي جمع عربي بن مهيدي مع فرانس فانون؟ ما الذي جمع أوساريس مع البشغ أبو علام؟ هل هو الدين؟ لا، بطبيعة الحال التناقض موجود، لكن لا، التناقض غير موجود في إطار ديني. التناقض طيب. موجود في إطار آخر، يعني فرانس فانون والعربي بن مهيدي كانوا يدافعون عن نفس القيم، وبشغ أبو علام وأوساريس كان كذلك يدافع عن نفس القيم. ممتاز. سيد أبو صالح، وأيضا في الجانب الآخر قبل قليل تستشهد لي بالدستور يا أخي، كل حملاتكم ضد الحريات الفردية المكفولة دستوريا وقانونيا ليس بالشريعة بالشرائع المحلية وإنما أيضا بالمواثيق الدولية، في مثل هذه الحملات يعني قد ترهب، قد يصنفها البعض في إطار الترهيب الاجتماعي من طرف جماعات غير مهيكلة رسميا ولا قانونيا من طرف الدولة ولديها الحرية، يعني السلطة تغمض عينيها على تحرككم في كل مرة وكأنها مرتاحة لما تقومون به في ترهيب المجتمع. والله العظيم من حرية الفرد يكفلها الإسلام بحد ذاته ويكفلها أيضا القانون، وحرية الفرد تنتهي عند حرية المجتمع، والكل يعلم أن الشعب الجزائري هو شعب مسلم، فقد قال ابن باديس رحمة الله عليه: شعب الجزائري شعب مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. الحرية الفردية مكفولة، لكن حريتك حريتك تنتهي عند حرية المجتمع. الشعب الجزائري هو شعب مسلم ينتمي إلى الأمة الإسلامية. قال لك العديد من موريس أودا وغيرهم، فرانس فانون، هل مات من أجل هذا الوطن لكي تحيا فيه أنت حرا؟ والله هل مات من أجل هذا الوطن؟ تتكلم عن ابن باديس، سأكلمك عن ابن باديس، سأكلمك عن ابن باديس، لأنكم لا أنتم تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض. سأتكلم عن ابن باديس. ابن باديس في 4/11/1934 ماذا فعل في جريدة الشهاب؟ أبنى مصطفى كمال أتاتورك، ابن باديس الذي ترجع إليه أنت، أبنى مصطفى كمال أتاتورك الذي حارب الاستعمار اليوناني والفرنسي والإنجليزي، وقال عنه بأنه من أعظم الرجال الذي أنجبهم. يقول لك أهل السنة والجماعة يعترفون بفضل الآخرين مثل ما يعترفون، يعني اختصر الطريق كله إذا كان يقولون للمحسن أحسن وللمسيء أسن. اختصر الطريق وأجب على سؤاله، وقال لك موريس أودا، يعني أودا وفرانس فانون وغيرهم من هؤلاء الذين لم يكونوا مسلمين، هل يعني تصنفهم على أنهم يعني أبطال في ثورة التحرير؟ لا شك أن الثورة الجزائرية هي ثورة مباركة قامت على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قامت من أجل يعني الحفاظ على يعني على إسلام الشعب الجزائري، قامت على الحفاظ على هوية الأمة الجزائرية. فرنسا بقيت في الجزائر أزيد من 32 سنة فلم يتزعزع الشعب الجزائري عن إسلامه وعن هويته. أما هم اليوم يستمدون هكذا لن نسمع. دقيقة، هذا الوهابي يسمي نفسه سلفيا، وهابيين هم يقول لك لسنا وهابيين. طيب لا تمر هذه الكلمة لست باديسي. أوكي. أنتم أبعد الناس عن ابن باديس. ابن باديس تحالف مع الحزب الشيوعي. ابن باديس أنتم أبعد، أنتم تحسنون التحريم والتكفير، هذا الذي تحسنون فعله. لم نكفر شخصا. يا أنت الآن كنت تقول بأن الذي اتبع لا يجب أن نتبع الكفار، جعلت من الذي يحتفل بعيد السنة اتعلته رجلا إمعة يتبع الكفار، بينما أنتم تريدون أن تتزلفون بذلك إلى الكفار لكي يرضوا عنكم. لا لا لا، أنتم تريدون أن تتكلموا بأي حق؟ هل اطلعت على قلبه؟ بأي حق تتكلم في الناس بهذه الطريقة؟ ألك علم الغيب؟
ألك علم الغيب؟ حدثني. ألك علم الغيب؟ ننصح الأمة الجزائرية. إنك لا تنصح الشباب الذين أغرقتهم أنتم اليوم. إنك لا تنصح. إنك باتباع الغرب وبالتميع إلى الغرب. أنت وبالتزلف إلى الغرب. أنتم نتاج اتفاقية بين آل سعود وروزفلت. الحركة الوهابية التي نشأت في بلاد آل سعود في نجد في أفقر المناطق. أنا محمدي ولست أفقر المناطق علما وأفقر المناطق وأفتخر بانتسابي إلى المشرق العربي كما وأنتم أنت تفتخر بانتسابك إلى الغرب. أنتم نتاج اتفاقية بين روزفلت. طيب دقيقة أستاذ فتحي دقيقة. وبين آل طيب سعود دقيقة. وأصبحتم معولا في هذه الإمبريالية. دقيقة. الآن أجندتكم أمريكية. أستاذ غرس أستاذ غرس دقيقة أجندتكم أمريكية. طيب دقيقة أجندتهم أمريكية ويقول لك أنت هو عندما يعني تنسبه مفتخرا بالسعوديه والوهاب انتم ايضا تفتخرون بالغرب السعوديه تمول الارهاب في سوريا لتقتيل الابرياء الوهابيين دقيقه قال رسول قال البديل السلام العربي تبع حضاره اسرائيل يا سغرس رجاء دقيقه دقيقه رجاء فكرة الوهابيين هذه لأنها تردد كثيرا في الإعلام سيد أبو صالح يعني ما هذه الحقيقة عن أنكم وهابيون ولستم سلفيون وبأن لديكم أجندات غربية تحديدا من السعودية تعرف فكرة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف هي هيئة شرعية موجودة في السعودية والولاء والبراء وأيضا الولاء والبراء أوكي والهيئة الشرعية في مصر هي الأولى التي بدأت بأن حرمت فتوى تهنئة المسيحيين في أعيادهم ليس فقط في أعياد الميلاد فيعني كفاكم من هذه الاستيراد ونشر الكراهية في المجتمع الجزائري هكذا يقولون أولا هذه فقاعة الوهابية يعني كل من ينتسب إلى الإسلام حتى لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يعني لا يعني لا قالوا يعني لأن أنت وهابي يعني 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 معنى لا قالوا له أنت واحد والإسلام الوهابي دقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالخضوع والانقياد له والبراءة من الشرك وأهله هذا هو حقيقة الإسلام الإسلام مبني على الإثبات والنفي إثبات ولائك لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المؤمنين أما أنتم تثبتون ولائكم إلى الغرب المرجئة لا يقولون دقيقة هذا أستاذ. أبو حنيفة أبو حنيفة النعمان لا علاقة لك بأبي حنيفة لا أنت تحصر الأمور في فكرك هؤلاء علماؤنا نحن من نستند به وتظن بأن عقلك هو الدين أنت طيب تفكر نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تعرف شيئا عن تاريخ نحن الفكر نحن لا الإسلامي. نشرع في الإسلام المشرع هو الله سبحانه وتعالى أما أنت فتتبع تشريعات أوروبا يقولون تتبع تشريعات روسيا تتبع تشريعات أمريكا وتحالف مع زيد بن علي هؤلاء مسيحيين مقالتين لمسيحيين أنتم تكفرون الشيعة أن الأعياد أنتم تكفرون الشيعة لإثارة حرب آلية في الشيعة هم من وضعوا أنفسهم في خانة الكفر الشيعة هم من وضعوا أنفسهم في خانة الكفر من هو أبو حنيفة النعمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن علي قذفوا في الشيعية في الوحيين قاومة الظلم والقهر قهر بني أمية طيب دقيقة هذا هو أبو حنيفة سغرس يعني هل تراهم في المقابل دقيقة وأعود لك أستاذ أبو صالح في المقابل هم دعوتهم سلمية هل رأيتهم سمعت حتى يعني دقيقة هل رأيت أو سمعت واحد من هؤلاء الذين يقولون بمحاربة التشيع أو بمحاربة التشبه بالكفار في أعياد رأس السنة الميلادية هل رأيت واحد يعني يخرج شاهرا سيفه أو دقيقة هل رأيته يشهر سيفه في وجه المجتمع؟ لأنهم هزموا يدعون. 10 سنوات من الإرهاب من أراد؟ هزموا من؟ خطابهم الآن أصبح هامشيا بطبيعة الحال موازين القوى ليست في صالحهم فإنهم يتسربلون ولكنهم ملتزمون بالسلمية في دعوتهم لا لا, لا 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 كانوا يلتزمون بالسلمية في الثمانينات ثم ظهروا بشكل آخر بوجه آخر هم يمارسون الأمور حسب لأنهم يعني في الحقيقة هناك نوع من الماكيافيليا في ممارستهم السياسية يعني إذا استضعفوا أو إذا كانوا ضعفاء بطبيعة حق سيلتزمون بالسلمية أين تراهم ضعفاء يعني التقارير الدولة تقارير الدولة انظر ماذا يفعلون انظر ماذا يفعلون بسوريا طيب انظر خلينا من سوريا تقارير الدولة خلينا من سوريا خلينا في الجزائر تقارير الدولة الرسمية تقول بأن السلفيين يسيطرون على المساجد
يعني بإمكانهم أن يوزعوا هذه المطويات ويسيطروا إن أرادوا على المساجد كلها في يوم واحد سوف يفعل. كيف يعني الدولة كل الدولة تحاربهم؟ لا 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 كل الدولة تحاربهم. لا تعتمد لا تعتمد لا حزبهم موجود تحالف تقليدي موجود منذ بداية لو كانت الدولة دقيقة لو كانت الدولة تعمدهم صغر راس لكانت اعتمدت حزبهم من أول فرصة. لو كانت الدولة تعتمدهم كان أحزاب الآن في الحكومة كان أحزاب في الحكومة وشخصيات في الحكومة أحزابهم لم تعتمد إلا بعد هذه نوع من التحالف. طيب تحالف هذه السلطة صناعة مشهد وكأن هناك في الحقيقة ممتاز. إظهارهم في صورة المقاومين في صورة المحقورين في صورة الأوصية على الأخلاق. نعم. سيد أبو صالح وأيضا هذه السلطة تعرف يعني لدرجة أنها خبيثة أنها تغمض عينيها. لو حركتم أو أقنتم أي مسيرة أو اعتصام أمام أي مقر رسمي يعني بلدية مش ما نقولش مقر الحكومة ولا بلدية ولا ولاية ولا كذا يعني سوف ترى كيف سيتعامل معكم هؤلاء الذين يقول أنهم أصدقائكم في السلطة ويغمضون أعينهم. هذا تحالف تحاولون من خلاله السلطة أن تظهركم بمثابة المقاومين الأوصياء على الأخلاق. والله توزيع المهام توزيع مهام. أوكي تفضل سيدي. احنا الشعب الجزائري هو الذي يحمي الشعب الجزائري. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري. طيب نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري. انتم دائما دونا بالغوغائيه ومساندكم السلطه الى هذا فضل الله جل وعلا. هذا فضل الله جل وعلا. الشعب الجزائري استفاق من سياسة التغفيل والتشهيل الذي مارسه أنت وأمثالك. لم أكن في السلطة في أي يوم من كان. أنت وأمثالك من أين تستمدون أفكاركم؟ أستمد أفكاري كيف أستمد أفكاري؟ من أين تستمدون أفكاركم؟ الشعب الجزائري شعب مسلم يستمد عقيدته من الكتاب والسنة. لا 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 يا صديقي مرجعيته المذهب المالكي. الشعب ما تظن أنه حق وأنت في الباطل. قلت لك في تاريخ الجزائر الحركة الوطنية حركة الوطنية ولدت في رحم اليسار والحركة العمالية. حركة المقاومة الشعبية ولدت في حركة هل الأمير عبد القادر كان يساري؟ حركة المقاومة الشعبية كانت مؤسس مؤسس الدولة الجزائرية كان أميرا وكان عالما. مؤسس الدولة الجزائرية المسلمة كان عالما وكان أميرا. كان عرقيا هو الذي كان يتبع ابن عربي. وابن عربي ماذا كان يقول؟ كان يقول من الذي قال لك أنه كان عرقي؟ تعدد الطرق إلى الله بتعدد الأنفس. هذا ابن عربي أستاذ الأمير عبد القادر لك تحضر عليه. أما أنت ابن عربي يتبع أمثاله لا بابن ابن عربي ولا بالأمير عبد القادر ولا بمصالي الحاج ولا بالحركة الوطنية ولا بالنجم شمال إفريقيا ولا بالباديس. أنتم غرباء على هذا الوطن. أنتم نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري. أنا جدي شهيد جدي مجاهد جدي لأبي مجاهد جدي لأم شهيد ونحن نكافح عن الوطن. تكلم عن التيار الذي تدافع. طيب يا أخي الحمد لله ما راكش في السلطة صغر راس. نعم الحمد لله ما راكش في السلطة ولا لن يصلوا إلى السلطة. يعني لو لو كنت أعدمتهم جميعا سينفرهم الشعب. النقاش الفكري الشعب الجزائري شعب مسلم. طيب دقيقة أستاذ أبو صالح لن يدع مثل هؤلاء أن يصلوا. دقيقة أسأل دقيقة هؤلاء لديهم وجود شعبي لا تنكر وجودهم الشعبي ليس فقط إعلاميا. إذا أردت أن تزيلنا شعار الشعب الجزائري الإسلام هو الحل هو الشعار الذي دائما يربح في الانتخابات. الشعب الجزائري شعب مسلم بهتان وكذب حتى وإن وقع فيه ما وقع فهو شعب مسلم يستمد قوته وعقيدته وأخلاقه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تكرر عندك سيطة تكررها وتعيد تكرارها كلما 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 كما أنتم تكررون كاسيطات تاع الوطنية. لا 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 كل يوم تخرجون بأبواء اسمها الوطنية. لما نقول قال الله قل للوطنية ماذا قدمتم للوطنية؟ ماذا قدمتم للوطنية؟ ولدت في رحم اليسار. هل تربيت أنت في أحضان الوطنية؟ إن كنت لا تعلم تاريخ بلدك فسأعلمك.